القيمة ستكون أقل بكثير مما كان قد عرض عليه سابقا في عام 2022. الصحف تتحدث عن راتب سنوي بين 15 و20 مليون أورو، ولو أنني شخصيا لم أقتنع بهذه الأرقام. ربما إن كانت هذه الأرقام صحيحة فبكل تأكيد مبابي سينال أموال أخرى من طرق وسائل أخرى، مثلا حقوق الصورة التي وكفاءة تسجيل الأهداف أيضا. ريال مدريد فلورنتينو بيريس معروف أنه لا يتقاسم أبدا حقوق الصورة مع اللاعبين، حدث الأمر فقط مع كريستيانو رونالدو الذي كان يملك 50% من حقوق صورته مع ريال مدريد في المواسم الأخيرة مع النادي الملكي وليس بداية من استقدامه. كيليان مبابي ربما سينال 50% من حقوق الصورة مع ريال مدريد حتى يرضيه إن صح التعبير الرئيس فلورنتينو بيريس بطريقة أخرى، بما أن راتبه لن يتجاوز 20 مليون يورو حسب التقارير. الصفقة اقتصاديا صفقة رائعة، الدوري الإسباني سيعرف انتعاشة قوية جدا بقدوم نجم سوبر ستار، تقريبا النجم الأحسن حاليا في العالم. أمين، عندي سؤال، لماذا سارع مبابي للإمضاء في ريال مدريد؟ هل خاف عرضا ضخما آخرا من نصر الخليفي يهز أركانه ويغير رأيه؟ هل تخوف من ضغوطات بعض السياسيين الفرنسيين أبرزهم الرئيس الفرنسي ماكرون الذي كان له الدور فاعل في بقاء مبابي قبل سنتين في البي اس جي؟ لماذا سارع الآن مبابي في الإمضاء وهو المعروف بالمماطلة وهو المعروف بالمساومة وهو المعروف بحبه للمال أكثر من أي شيء آخر؟ لأنه أخذ المال الآن يبحث عن شيء آخر لا يستطيع أن يشتريه بالمال وهو المجد والألقاب. لماذا لم ينتظر أمين حتى الصيف؟ لأنه حزم أمره منذ مدة محمد، حتى لما جدد عقده مؤخرا مع باريس سان جيرمان آخر مرة في عام 2022 لو تذكر كان فلورنتينو بيريس رفع عرضه إلى 200 مليون يورو في آخر أيام الميركاتو. رغم هذا نصر الخليفي رفض العرض تماما ولم يأتي كيليان مبابي إلى ريال مدريد وجدد عقده مع باريس سان جيرمان بعد الضغوطات السياسية والإعلامية والمادية أيضا، تقريبا منحوه أموالا طائلة وميزات كبيرة جدا لم تمنح لأي لاعب قبله عبر التاريخ. هناك لو تذكر فلورنتينو بيريس عبر برنامج شيرينغيتو كما نقولوا احنا بالدرجة اعذر مبابي، قال مبابي لازال صغيرا، الضغوطات الكبيرة التي مورست عليه جعلته يجدد، حتى انه اخبر ايضا والدته بان لا تدرس اي عرض. نعم. واخبرها بانه سيتوجه مباشرة الى ريال مدريد. اذا قرار مبابي لم يتوقف في اي محطة يميد، امر كان منتظرا بدون شك، هي صفقة ستزعج كبار أندية أوروبا على رأسهم برشلونة. نعم، من حيث الجانب الرياضي صفقة قوية جدا بالنسبة لريال مدريد. نعم، تملك فينيسيوس رودريجو بيلينغهام، تزيد دعمهم بكيليان مبابي واحد من أفضل 3 لاعبين في العالم ولا أفضل لاعبين في العالم رفقة. نعم، فعلا شيء كبير بالنسبة لريال مدريد، ولو أنه متعود عليه وريال مدريد ماشي جديد يعني في هذه الأمور، متعود على عقلية الجالاكتيكوس خاصة مع فلورنتينو بيريس. لكن من هم النجوم الذي جربهم في السنوات الأخيرة؟ كان هذا من قبل، لكن في السنوات الأخيرة شاهدنا عدة أندية تخطف نجوما كبار على غرار مثلا مانشستر سيتي. قوة المال أيضا تلعب دور كبير على غرار بي اس جي أيضا، لأنه ريال مدريد محمد غير كان حتى ريال مدريد كان مهتم أكثر ببناء ملعب البرنابيو الجديد لأنه فيه عوائد مالية كبيرة وكبيرة جدا. ملعب البرنابيو الجديد سيمكنه من السيطرة على الكرة الإسبانية وربما الأوروبية في السنوات القادمة، خاصة من الجانب المالي. اليوم بالنسبة للأندية الأوروبية الأخرى أكيد فيها انزعاج من هذه الصفقة، لكن الشيء الذي أردت الحديث عنه فقط هو هل حقيقة راتب سيكون 20 مليون أورو؟ من 100 مليون أورو في سنة ل 20 مليون أورو اختلاف صحيح، بي اس جي شيء وريال مدريد شيء، بي اس جي هنا والريال هنا فرق في المقامات بين الناديين، لكن راتب 20 مليون أورو اليوم فرانكي ديون في برشلونة ينال 22 مليون أورو، وما أدراك بكيليان مبابي هل حقيقة الراتب راح يكون 20 مليون أورو؟ هذا أولا، كيف ستتصرف هيئة تاي باس ثانيا، وثالثا الله بري أتحدث لك على حقوق صور في بي اس جي كان يأخذ 100% اللاعبين من حقهم يأخذوا حقوق صور بين 30-40% أو كل لاعب كيفاش يتفاوض. اليوم مبابي أعتقد بأنه راح يتفاوض على نسبة عالية ولا اتفق على نسبة عالية من حقوق صور، لكن ريال مدريد لن يسمح له بأن يأخذ مثلا 100% من حقوق صوره بقميص ريال مدريد. هنا الإشكالية، حقوق صوره لما يبيعها الشركات إمضاء بأنسي يعني بعيدا عن قميص ريال مدريد شيء وبقميص ريال مدريد شيء آخر. تحق مبابي في السنة حسب اعتقادك وحسب السوق
وما هو المبلغ الذي تفكر فيه؟ يعني صحيح أنه 15-20 مليون يورو أمر لا يدخل إلى عقل ولا يستقيم أبدا ولا يمكن أن نصدقه، لكن ما هو المبلغ الذي تعتقد أن بيريز سيمنحه لمبابي؟ لا اليوم لما تجيب مبابي هالاند ولاعبين من هذا الطينة أعتقد بأنه مع السوق الموجود حاليا 50 مليون والرواتب الموجودة أقل شيء ربما 45 مليون أورو في سنة أو 50 مليون أورو، يعني كأقصى حد لما كان يتقاضاه ميسي في برشلونة. هذا الأمر ربما لن يعجب نجوم ريال مدريد، لذلك تم تسريب هذه المعلومات من أجل امتصاص غضب نجوم من هم أعلى نجوم في صفتنا من أجل تجنب غضب، لأنه لا يوجد غضب أصلا. من هم النجوم أعلى قيمة من مبابي في ريال مدريد؟ جود بيلينغهام هذا الموسم لما جاء ريال مدريد باش توهج وبان نجم عالمي، مبابي منذ سنة 2018 هو هو في 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 في, 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 في البلافون تاع الفوتبول مونديال، الجميع يتحدث عليه. جود بيلينغهام مثلا هذا الموسم باش بدات الناس تتحدث عليه بهذه القيمة وبهذا التوهج لأنه يلعب في أفضل فريق في العالم. فينيسيوس جونيور ما عندوش هذيك لا كونستونس مثلا كيما مبابي وزيد التصرفات ديالو. زيد اعطيني نجم اخر افضل من مبابي في ريال مدريد. لما اقول لك افضل من مبابي لا، لذلك سيحدث انزعاج من جانب النجوم. لماذا ينزعجون في حين انه نجم لاعب سوبر ستار مبابي وانت ستار عادي؟ يعني فيه حتى مثل الحياه، يعني واحد مرفه بزاف واحد مويا واحد نص نص. امين 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 بكل صراحه، من سيفرح من لاعبي الريال بمبابي ومن سيقلق من قدوم مبابي؟ رودريغو قد يكون الضحية الأولى لوصول مبابي إلى مدريد. لا محمد، قد لا يكون ضحية، أنا أتوقع أن تكون ضحية في وسط الميدان وليس في خط الهجوم. لماذا؟ لأنه ريال مدريد مع قدوم مبابي بلا شك سيعود إلى خطة 4-3-3، لأنه خطة 4-4-2 لم تكن أبدا في جينات ريال مدريد تقريبا منذ عهد راؤول وموريونتاس. نعم. لم يلعب ريال مدريد التشكيلة المتوقعة للريال في حال وصول مبابي. نعم. لم يلعب ريال مدريد بخطة 4-4-2 إلا نادرا، هذا الموسم يلعب بها منذ بداية الموسم. لذلك أعتقد أن الضحية سيكون في خط الوسط ربما. لمن حسب هذه التشكيلة كارفاخال روديغر ميليتو وديفيس في دفاع، هذه تشكيلة الموسم القادم. ديفيس لم تحسم الصفقة بعد. تشواميني فالفيردي وكامافينغا في خط الوسط، وثلاثي الهجوم سيكون جود بيلينغهام خلف مبابي وفينيسيوس إذا وصل أنشيلوتي لعب خطة 4-4-2. في المقابل محمد أنشيلوتي يستطيع اللعب بخطة 4-3-3، عندك على الأقل لاعبين مودريتش وسيبايوس سيغادران مع نهاية الموسم من وسط ميدان ريال مدريد. نعم. عندك رودريغو سيبقى على الجناح الأيمن، فينيسيوس على الجناح الأيسر، ومبابي كمهاجم حقيقي في أطوال المباراة. قد يتحول فينيسيوس إلى العمق. من هو الضحية إذن؟ الضحية قلت لك مودريتش سيغادر وسيبايوس. أعطيني التشكيلة 4-3-3، من هم؟ شوف خط الوسط، نبدأ لك من خط الوسط. خلاص الدفاع ما مفروغ منه. خط الوسط عنده 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 خيارات كثيرة، تقدر تلعب فالفيردي توني كروس كامافينغا، تقدر تلعب تشواميني كامافينغا فالفيردي، تقدر تلعب فالفيردي، وما تنساش عندك أردا جولر تاني اللي راح يكون بديل على الأقل حتى في الهجوم. أمين في الهجوم عندك رودريغو على اليمين، فينيسيوس على اليسار، كركم تسعة مبابي وبيلينغهام. بيلينغهام يلعب مع مع الوسط، ما قلت لك عندك خيارات اخرى. يعني بيلينغهام يلعب نعم عندك كروس، شوف عندك كروس بيلينغهام فالفيردي، عندك فالفيردي بيلينغهام. لا اعتقد. لا اعتقد.